الخفافيش عبر ازقة وشوارع العاصمة يتخذون من مداخل العمارات والحدائق العمومية مأوى لهم يفترشون الارض ويلتحفون بعض قطع القماش ليلتمسون بعض الدفء الذي حرموا منه كل منهم يخفي في جعبته ماساه سطرها الزمن ونسجتها الظروف الاجتماعية القاهرة التي رمت بهم الى احضان الشارع لتحضنهم اوراق الكرتون بعد أن أغلقت كل أبواب الفرج في وجوههم وإن اختلفت قصصهم وحكاياتهم إلا أنهم يجتمعون في لقب واحد ألا وهم المتشردون. خرجت قناة الوطن الجزائرية في جولة ميدانية رفقة الجمعية الخيرية القبة المتحدة التي تأسست في سنة 2012 بعدما كانت مجرد صفحة افتراضية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لتكتسب الصفحة شهرة واسعة ويبدأ العمل الميداني الفعلي في نوفمبر 2013 والتي تحمل في طياتها شعار غرس روح التكفل والمساعدة بين الجزائريين والحمد لله كما كما اليوم خرجتوا معنا هذا نشاط توزيع وجبات ساخنه متشردين صراحه انه هو من النشاط النشاطات اللي ربما شغل تسهل عمليه التحضير له لانه يلقى اقبال من جميع اعضاء الجمعيه صغار وكبار ويلقى ثاني إقبال من طرف المحسنين، حنا كومون سباس لوبيرسيون، بعد اجتماع نقروا دات اللي نخرجوا فيها، حاليا في بداية بداية الموسم بداية شهر نوفمبر، كنا نعملوا في إطار تنسيقية مجموعات الجمعيات الخيرية لولاية الجزائر، وكان عندنا بروجرام تاع شاك فان جور صورتي اس دي اف، مي من بعد داك خلل، صرا خلل وين وين حبست التنسيقية، ولينا نخرجوا وحدنا تقريبا كل أسبوع. ليله اربعاء ولا ليله خميس ابري ما نفيكسيو لا دات حنا نبداو دي ما بين اعضاء الجمعيه وين لونسيو ابل سير فيسبوك الناس المتبرعين يتصلوا بينا كل واحد كان يتبرع بالخبز بالماء مواد غذائيه يحب يدي الاجره عبر هاد هذا البرنامج وحنا يا الحمد لله ككل اسبوع ان شاء الله ككل اسبوع نكونوا في الموعد وين نقدموا وجبات ساخنة للمتشردين نسيو نقصروا معهم نسيو نسيو لو كان نفرحوهم بحاجه قليله نسيو نطلع لهم المورال نسيو نكون نحسوهم بلي ماهمش وحدهم ما مش مرميين وحدهم في هذه الدنيا نقول لك المشاركه الاولى ديالي في جمعيه القبه المتحده جينا اليوم تلمينا باش كيما كتشوفي نديروا شويه الماكولات الساخنه من الاس دي اف والفقراء اللي بيتين برا ربي يكون معاهم في العون على كل حال، انا عندي زميل ديالي هنا في الجمعيه، شاك فوا ما تجي طيب معايا تجي معايا تجي معايا ما كانش اليوم كتب المكتوب اني معاهم، هكي تشوفي انا يعني نديرو كما في الساشيات هذوما شويه خبز، ياورت، جلمة الما وكاين مأكولات كيف حسيت لاول مرة في خيري؟ ما نقدر نقول لك احساس تحسي به كي تكوني مع ما ولا اي حاجه ماشي تاع ماشي نيمبورت لو راح يحس هذا الاحساس الزوال اللي يحس الزوال على كل حال معناتها كما نقول لك ان شاء الله ماذا بينا يكونوا كاينين عباد واحد اخرين يتقدموا هكذا هم ثاني كلام عايشين بالله الزوال وما يحسوا يحس بالزوال يجوا يعاونوا ماذا بيا تزيد تكبر ماذا بيا تزيد نقول لك ان شاء الله ربي يقدرهم ويكون في حسن في عون الاسديه هادو حيث وقف اعضاء جمعيه القبه المتحده على ما تخبئه شوارعنا في سواد الظلام وعلى الوضعية المزرية التي يعيشها المتشردون والذين قهرتهم الظروف وجعلتهم يبتون في العراء ويتخذون أوراق الكرتون مأوى لهم حيث قامت الجمعية بتوزيع 300 وجبة كاملة وساخنة من أجل تحسيسهم بأن هناك أناسا يتضامنون معهم كما شفتوا اليوم رافقتونا في الخرجة تامينة تاع الجمعية لإطعام خوتنا المتشردين في شوارع العاصمة ولا ليزاس ديف حقيقة إن هذا النشاط اليوم كالعادة وزعنا قرابة 300 وجبة ساخنة فيها أربا كومبلي اللي إن شاء الله بالك يسد رمق المتشردين هذوما اللي ما عندهمش مأوى النشاط هذا يدخل ضمن برنامج الجمعية السنوي نذكروا أنه جمعية القبة المتحدة جمعيه تاسست عندها تاسست في نوفمبر 2013 بعد ما كانت صفحه على الفيسبوك جات الفكره في 2012 باش نشؤوا جمعيه وانطلقنا في النشاط تاعنا ابتداء من نوفمبر 2013 نشاطات تاعنا متنوعة تمثل في أيام صحية تمثل في كنا في 2014 قمنا بعدة عدة نشاطات اللي حققت نجاح الحمد لله بفضل الله وبفضل تبرعات المحسنين. رجال ونساء مراهقون وشيوخ كل واحد منهم يتخذ زاويه من زوايا الشارع مشكلين ذكورا تراجيديا يوميا عبر شوارع العاصمه لتكون الانطلاقه من صحه اول ماي اين عرفت المبادره اقبالا هائلا من المتشردين وكانهم كانوا في انتظارنا وقد استحسنوا المبادره الانسانيه والخيريه التي تهدف من خلالها الجمعيه إلى مساعدة هؤلاء الأشخاص الذين حتمت عليهم ظروف الحياة القاسية البقاء والمبيت في الشارع بعد ما, بعد ما قمنا بعملية التحضير لإطعام خوتنا من لا مأوى لهم، ذكرنا هنا في بريميمي، درنا بتي بريفينغ بارطاجينا لي طاش بيناتنا وكلش دوكا عندنا الاري الاولاني اون فاس لوبيتال مصطفى تما حنبداو تما بريمياري كاين تما ناس بزاف تما كلي ما فين نوصلوه الماكله تاعهم فوالا دوك نروحوا تما بريمياري ومن بعد نكملوا ان شاء الله الخرجه الثامنه تاع اس دي اف جمعيه القبه المتحده راكم تشوفوا هنا راكم مشيتوا معنا وشفتوا الحاله تاع الناس منتشرين اللي راهم برا سيرتو مع لا اللي راهي شويه البرد الحمد لله وفقنا ربي وين بمبادره الشعب والناس المحسنين اللي عاونونا قدرنا باش نقدموا هذه هاد الخرجه هذه الثامنه آه الحمد لله عندنا شغل هذه هاد الخرجات ما عندهم مبادرات من شغل عندها عندها كما يقولوا السون تاعها تاع من عند الناس شغل يحبوها بزاف ما شغل الناس بزاف تتعامل معنا خالتي وهيبة في العقد الخامس من عمرها هي وابنها البالغ من العمر عشر سنوات اتخذت من الرصيف مأوى لها منذ خمسة سنوات بعد أن ألقت بها الظروف الصعبة إلى أحضان الشارع الذي لا رحمة له ولا شفقة فيه عندي 32 إيه كما واحد مكتوبه ربي. ف... وليدي ولدي... عنده عشر سنين عندي ثلاثه يبارك فيك زوج جداتهم في الاخر جاب الباك والاخر فيك. يعني الحمد لله طحنا مع ناس مؤمنين مع هاد الشباب يعني حاجة كما يقول اللي قادرين عليها يجيبوها لنا نغيضوهم الحق يشوفوا عندنا دراري من ذكي يلموا يجيبوا الزوار أنا نقول لك سختو سختو سخت في الشتاء يعني ربي يكمل لهم وربي يعطيهم ما يتمنوا وصلنا جولتنا وعند توقفنا في شارع عميروج لفت انتباهنا مجموعة من الفتيات في العقد الثالث يفترشن الأرض فاقتربت منهن فرفضن التكلم معي لكن بعد إقناعهم اقتربت من ليلى البالغة من العمر 24 سنة وسألتها عن سبب وجودها في الشارع عندي قريب خمس سنين هي تحرق دارنا بقينا رحنا برا ما عندناش بابانا بابانا ميت حنا ثلاثه خيات وليد اختي وخويا الصغير لو قدامكم راكو تشوفوا فيه نورمالمون في عمره 11 سنه ضيع قرايته حنا ضيعنا حياتنا ولينا نقعدوا برا نطلبوا نرقدوا برا ما عندناش اللي يحمينا وما عندناش اللي بينا قولي لي واش رايك في <applause> الجمعيات اللي راهم يجيبوا لكم مبادرات صافي ان غران بليزير هاد الجمعيات اختي راهم كيما يقول لك يديروا فينا مزيه كبيره لخاطر حنايا ديجا قلت لك بلي حنا نطلبوا تما ما راناش لقمه ما راناش لحقين لقمه تعيشنا فهمتي وهما راهم يجيبوا لنا راكنو نتعشاو صافي بليزر هم يعني ان غران بليزير هما راهم يلحقوا يعني باش ناكلوا خاطر حنا ما رانش نلحقوا باش ناكلوا نتعشاو ولا نفطروا كيما الناس ولا نشربوا قهوه كيما الناس ومن كاين جمعيات يجيبوا لنا حتى بالجمعه قهوه تاع الصباح يكثر خيرهم بزاف اختي من حي ميروش وصلت جمعية القبة المتحدة توزيع الوجبات الساخنة وصدفنا مجموعات ومجموعات من المتشردين من كل الأعمار ومن كل الأصناف يتخذون زاوية الرصيف وأوراق الكرتون مأوى يحتمون به من قساوة البرد عندنا بزمن مننا نعيش برا أربع آه، سنين وشنو سنين. هي الظروف اللي خلاك ما كاش الدار ما كاش عندنا ما كاش شهرية ما كاش دار ما كاينش قولي لي واش رايك في هاد الشباب لما يجوا اليوم يديروا لكم هاد المبادره هادو آه هادو راهم يديروا الخير فينا يجيبوا لنا ناكلوا ويقوتوا فينا ويغطوا فينا ويلبسوا فينا ويصبطوا فينا, ويسبطو فينا آه ايه وربي ان شاء الله يكافيهم ويجازيهم من عند الله وربي يسترهم ان شاء الله من عند الله لا انا ما نخدمش كبير انايا يعني ما نخدمش أخدمش. الله ما خدمش والله ما نخدمه بنتي ما عندي لا دار لا دور ولا غير هنا ولي ما عندي لا شهريه ما عندي والو حسبيني بربي يعني غير هاد ليجان كي تجيبو لكم غير هاد ليجان غير هاد ليجان يا جماعه اش نقدر نقول لهم نقول لهم ربي يسترهم ويحفظهم ويخليهم لينا وهذا ما وتبقى الجهود التي تقوم بها هذه الجمعيه والخيريه وغيرها من الجمعيات من مبادرات انسانيه واخلاقيه وتكاتف الجهود لرفع الغبن عن فئه المتشردين في مختلف ربوع الوطن الملجا الوحيد والباعث على الامل في الحياه <applause> هذو آه الشباب اللي بدوا عندهم الصحه وبارك الله فيهم وربي يجزيهم خير ان شاء الله ربي يديروا في مبادره طيبه وربي ان شاء الله يتمم لهم شهر بخير الحمد لله هذو اللي جانا يجيبوا لنا الماكله ويجيبوا لنا حوايج كثر خيرهم ربي يسترهم ما يكون ماشي هما ما ناكلوش هم يجيبوا لنا على هم فينا ربي يسترهم رغم ان ديننا الحنيف اكرم الانسان وجعله في اعلى المراتب الا ان الظروف القاسيه التي يواجهها الانسان في حياته قد تدور يوما هذا ما قد اكده الشيخ عبد الوهاب الاخضر امام بمسجد الرحمه بالمحمديه عن قيمه كفاله وعنايه المجتمع الجزائري بهذه الفئه المحرومه بالاضافه الى غياب دور الجهات المعنيه في اداء دورها الفعال لحمايه المتشردين من المعاناه التي يعيشونها يوميا بين قسوه الحياه التي رمت بهم الى احضان الشارع سبحان الله يصل الأمر إلى أن يموت مشرد في بلاد العزة والكرامة والأمن والأمان أن يموت من الجوع أو من أو من البرد تلك العجوز دائما أعود لعمر الخطاب صاحب العدل الذي كلما يذكر عمر الخطاب يذكر العدل تلك العجوز التي ذهب عمر الخطاب ذات ليلة يتفقد رعيته في الليل كعادته فسمع أم تصبر سبيانها وهم يبكون وهي كما تقول الروايات واضعه لهم الحجر داخل القدر وهو يغلي حتى تنومهم ما عندهم ما ياكلون فلما دق عليه الباب ودخل ووجد الصبيه يصرخون عاد مباشره الى بيت مال المسلمين ومعه عبد الرحمن بن عوف واخذ السمنه والدقيقه والزيت وما كان موجود في بيت المال وقال ليسمع الناس يسمع ولاة الامور هذه الكلمات من الحاكم العادل عمر بن الخطاب قال له يا ابن عوف احمل عني انظر قال له احمل عني يا ابن عوف او قال احمل علي يعني ضع علي فتعجب عبد الرحمن بن عوف صاحبه وقال له احمل عنك ام عليك فقال له احمل علي انا الذي ارفع الزاد واذهب اليهم قال لا تحمل عني وانما احمل علي يعني ضع الامتعه فوق ظهري وأخذها عمر الخطاب فوق ظهره وذهب إلى تلك العجوز وأعطاها الزاد فلما شبع الصبية يعني قبل أن يأكل الصبية قال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين لنعود إلى لنعود إلى مكاننا فقال له عمر الخطاب والله لا أذهب من هنا حتى أتركهم يضحكون كما وجدتهم يبكون فقالت العجوز والله لأنت أحق بالخلافة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقعت كموقع السيف أو الرمح في قلب عمر بن الخطاب قالت له والله لأنت أحق هي لم تعرفه قالت والله لأنت أحق إلي أحق بالخلافة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لها يا أمة الله وأن لعمر بن الخطاب أن يعرف بحالك كيف هذه الأمة كيف أنت مواطنة من المواطنين كيف لعمر بن الخطاب أن يعرف حالك أن يسمع بك يسمع بك كما نقولوا احنا في الجزائر قالت له يا ويح عمر يتولى أمرنا ويغفل عنا كيف يتولى أمرنا أنت مسؤول علينا لا ينبغي أن تغفل عنا فماذا يفعل قال لها يا أمة الله إذا كان الغد فأتيني إلى مكان كذا وكذا فأتي إلى مكان كذا وكذا ولم يخبرها بأنها عمر ائتني إلى مكان كذا وكذا فجاءت العجوز وعندما دخلت مكان المحاكمه او المكان الذي كان يحاكم فيه الناس سمعت عبد الله بن عباس وعلي بن ابي طالب يقولون له يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين فخافت لانه المسؤول فخافت ربما يعاقبها فقال لها لا عليك يا امه الله بعيني مظلمتك بعيني مظلمتك وترددت لكن اصر قال لها بعيني مظلمتك واشترى منها مظلمتها وكتبها علي بن ابي طالب في كتاب في ورقه وقال هذه تكون رفقتي في كفني في قبري فوجود الجمعيات في المجتمع شيء مبشر بالخير لكن لنجعل لهؤلاء مراكز لنجعل لهؤلاء مراكز اولا تصان كرامتهم ثانيا نبحث لهم عن شغل لان فيهم فيهم فيه نبحث لهم عن شغل ولنوجه هذه الجمعيات الى هذه المراكز مباشره الافضل ان افضل خير من ان نرى يعني وجبه ساخنه في مره في الاسبوع من جمعيه من الجمعيات او مره في الشهر وما الى ذلك، هذا ليس حل. الاسلام قبل ان يعالج المرض يعطي الوقايه من المرض. اذا تعرف ظاهره التشرد في الجزائر تزايدا رهيبا في انتشارها والسبب الرئيسي يرجع إلى غياب مراكز بحوث متخصصة من شأنها حصر الظاهرة وحجم تفاقمها في ظل غياب مراكز متخصصة والتكفل الجيد من طرف الجهات المعنية تجد هذه الفئة نفسها تحت رحمة الجمعيات الخيرية التي تشرف على تقديم يد المساعدة في كل مرة لهم حيث تسهر هذه الأخيرة على تقديم كل المستلزمات الحياة التي يحتاجها الانسان في حياته اليوميه حتى تدخل الفرحه والامل في نفوس هؤلاء